في البداية نحب نشكر الدكتور خالد محمد خالد رئيس مجتمع الإنترنت الرقمي على إتاحة الفرصة لينا ولكل الموجودين معانا إن هم يستفادوا بالمحاضرات اللي بيقدمها مجتمع الإنترنت الرقمي. النهاردة إن شاء الله يكون معانا دكتورة منى عبد اللطيف سفيرة المجتمع الإنترنت الرقمي لشؤون المرأة والعلاقات العامة، أستاذ التربية المقارنة بكلية التربية جامعة الفيوم وعضو في نادي اليونسكو لسفراء الطفولة والعرب. المحاضرة بعنوان دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالأزمات وإدارتها. شكرا جدا للجميع اللي شرفونا، وتفضلي دكتورة منى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا بشكر دكتور خالد رئيس المجتمع الرقمي الإنترنت، وبشكر جميع الأعضاء المشاركين في المجتمع بجميع الدول، وإن شاء الله تكون مشاركة فعالة وتكون محاضرة لها قيمتها وليها فائدتها إن شاء الله، يعني أرجو ذلك. طبعا أنا تخصصي أصلا تربية المقارنة، حبيت أخش في مجال التكنولوجيا الحديثة والتنبؤ بالأزمات وإدارتها. يا رب إن شاء الله نطلع باستفادة لكل بأمر الله. أهلا بالحضور الكرام اللي معايا واللي هيجوا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بإدارة الأزمات. دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالأزمات وإدارتها. طبعا من الواضح أن احنا حاليا بدأت مع العصور تتزايد وتنمو وتتسع المجتمعات، في نفس الوقت بدأت تقل الموارد المتنوعة، وده أدى إلى وجود سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية التي بدأت تنشأ وتظهر بوضوح. ومن هنا نشأت أفكار جدية من أجل دراسة وتحليل الأزمات ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر، ومعرفة أسباب هذه الأزمات ومحاولة التنبؤ بها ودراسة كيفية اتخاذ القرار لمنع حدوثها أو لتقليل أخطارها. طبعا أثبت التاريخ على مر العصور أن الأمم والدول التي كانت تمتلك القدرة العالية على التعامل مع الأزمات بطرق علمية مدروسة ومخطط لها مسبقة ومبتكرة هي التي استطاعت أن تصمد أمام التقلبات والتغيرات المستمرة، وكذلك مواجهة كافة المخاطر والتهديدات. إن شاء الله عرضنا الحالي سوف يحتوي على التعريف بالأزمات وأنواعها، طرق دراسة وتحليل الأزمات، تعريف التكنولوجيا وتاريخ استخدامها في الأزمات، دور التكنولوجيا في إدارة الأزمات، دور التكنولوجيا في التنبؤ بالأزمات، عرض لبعض الحالات دور التكنولوجيا في إدارة الأزمات. على سبيل المثال كوفيد 19 اللي هو أثبت وباء كورونا. يا ترى كده حد من اللي معايا، نخلي الأسئلة في الآخر وأنا نحب نشارك معايا الأعضاء. يعني لو قلنا أزمة كرايسيس، حد من الحضور الكرام يعني إيه كرايسيس؟ يعني إيه أزمة؟ يقدر يجبني ولا نخلي المشاركة في الآخر زي ما تحبه؟ نكمل؟ أنا مش شايفة في إجابة، نكمل. طيب ماشي، شكرا لكل. الأزمة اللي كرايسيس المقصود بها، طبعا اتعرفت على مدار السنوات الماضية كرايسيس هي اللي هي الأزمات المقبلة، التعريف بالأزمات وأنواعها. كلمة أزمة في اللغة أو كرايسيس بدأت منذ التراث الطبي اليوناني، حيث كان يقصد به التغيرات المفاجئة والسريعة التي تطرأ على حالة المريض والتي تقود إما للشفاء التام أو للتدهور ثم الوفاة. في القرن السابع عشر، تمام، في ناس بتقول لي يعني الأفاضل في الآخر، تمام أنا معاكم في الآخر وأي حاجة أنا معاكم. في القرن السابع عشر تم استعمال مصطلح الأزمة كرايسيس في أوروبا لأول مرة في المجال السياسي للدلالة على حدة التوتر الذي ساد العلاقات بين رجال الدولة والكنيسة. بعدها استخدم هذا المصطلح في القرن التاسع عشر للدلالة على المشاكل الخطيرة أو لحظات التحول الفاصلة في تطور العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في بدايات القرن العشرين
تم استخدام هذا التعبير أو هذا كرايسيس عن الكساد الأزمة يعني والدمار الاقتصادي الذي ساد العالم وتسبب في صراعات سياسية دولية بلغت ذروتها في الحرب العالمية الثانية. في منتصف هذا القرن القرن العشرين فقد استخدمه علماء النفس لوصف حالة التفسخ الاجتماعي والأخلاقي. وكلمة تفسخ تحلل اضمحلال تدهور، التفسخ الاجتماعي والأخلاقي الذي أصاب المجتمعات الصناعية على وجه الخصوص بعد الحرب العالمية الثانية. في السبعينات أطلقوا الديموغرافيون الخاص بالانفجار السكاني والناحية السكانية على الانفجار السكاني. في الثمانينيات استعاروا علماء الاجتماع لوصف الصراعات الاجتماعية التي نشأت عن تنامي مجتمع الرأسمالية، مما أدى إلى شعور بعض الطبقات الاجتماعية بالاغتراب داخل مجتمع. لو جينا عرفنا بقى في اللغة في القاموس crisis، الأزمة تعني اصطلاحاً في المعجم الوسيط في مختار الصحاح الشدة والقحط. في المنجد أصل كلمة مشتقة من زأمة زأماً أي مات سريعاً. في المصباح المنير فمعناها ضيق المجال وعسر الخلاص منه. ده بالنسبة لو كشفنا عن كلمة crisis أزمة. طب نيجي نشوف مفهوم الأزمة. توجد كثير من التعريفات في مصطلح هذا المصطلح، إنما بتكون إنما بوجه عام نستطيع إن إحنا نعرف الأزمة على إنها لو عرفناها بصورة عامة يعني general حدث مفاجئ يهدد الكيان بالانهيار في وقت قصير ويلزم سرعة اتخاذ القرار، وهي النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطور ما إما إلى الأفضل أو إلى الأسوأ لإيجاد حل لمشكلة ما أو انفجارها. نستطيع أن نقسم تعريفات الأزمة حسب المجال الذي حدثت فيه كالتالي. طيب إيه المجالات هنشوفها؟ بسم الله. أول حاجة المجال الاقتصادي، لو هو حدوث خلل، لو حدث الأزمة في المجال الاقتصادي هنقول حدوث خلل خطير ومفاجئ في العلاقات بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، كما عرفتها دائرة معارف العلوم الاجتماعية سنة 1937. في المجال الاجتماعي وثقافي، خلل وعدم توازن في عناصر النظام الاجتماعي في ظل حالات من التوتر والقلق والشعور بالعجز لدى الأفراد وعدم القدرة على إقامة علاقات إنسانية واجتماعية وظهور قيم ومعايير أخلاقية مغيرة للثقافة السائدة اللي هي موجودة في المجتمع. في المجال الإداري، المجال الإداري نوع من التوتر والحيرة داخل المؤسسة وأثر ذلك على الجوانب الإدارية وأداء العاملين وكيان المؤسسة واستراتيجية بقائها وعلاقتها بالجمهور والأهداف التي تترتب عليها. في المجال السياسي الداخلي هنقول مجموعة الظروف والأحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للدولة أو للأمن القومي وتغيير للوضع الراهن المستقر. لو قلنا المجال السياسي الخارجي تحد ظاهرة أو رد فعل بين طرفين أو عدة أطراف حاول كل منهما تحويل مجرى الأحداث لصالحه، وقاعد عايز حاجة معينة في تحدي، ده طبعا خارجي يعني دولي. نيجي بعد كده نشوف سمات الأزمة. تتحدد في عدة سمات. المفاجأة طبعا عنصر المفاجأة من أهم سمات الأزمة، تعني أن الأزمات تحدث بدون سابق إنذار أو قرع الأجراس بشكل مفاجئ. تحصل مفاجأة للأزمة بدون سابق إنذار. بعد كده نقص المعلومات. من سمات الأزمة تعني عدم توفر معلومات عن المتسبب بهذه الأزمة، ويعود السبب إلى النقص في المعلومات خصوصا إذا كانت تحدث لأول مرة. لو حدثت قبل كده بيكون الخبراء عندهم خلفية، عندهم خبرات، يمكن من السهولة شوية إنهم إزاي يتعاملوا مع الأزمة، لكن بتكون حدثت لأول مرة. تصاعد برضو من سماتها تصاعد الأحداث. عند حدوث الأزمات تتوالى الأحداث لتضييق الخناق على أصحاب القرار. برضو من سماتها فقدان السيطرة. جميع أحداث الأزمة تقع خارج نطاق قدرة وتوقعات أصحاب القرار فتفقدهم السيطرة والتحكم بزمام الأمور. حالة الذعر. سبب الأزمة حالة من الذعر
فيعمد صاحب القرار إلى إقالة كل من له علاقة بوقوع الأزمة أو يلجأ إلى التشاجر مع معوني. في تربل، في اضطراب، في ذعر. غياب الحل الجذري السريع، الأزمات لا تعطي مهلة أو فرصة لأصحاب القرار حتى يصل إلى حل متأني بل بسرعة. لابد من الاختيار بين عدد محدود من الحلول واختيار أقلها ضررا. بعد كده خلصنا السمات، هنشوف الخصائص. خصائص الأزمة: تمثل الأزمة نقطة تحول جوهر ينطوي على درجة من الغموض وعدم التأكد والمخاطرة. تمثل الأزمة نقطة تحول جوهر ينطوي على درجة من الغموض وعدم التأكد والمخاطرة. تتطلب قرارات مصيرية لمواجهتها أو لحسمها. تسبب حالة عالية من التوتر العصبي والتشتت الذهني، وذلك انطويها على عنصر المفاجأة، لأن قلنا من سمتها عنصر المفاجأة. تهدد القيم العليا أو الأهداف الرئيسية. تتسم أحداثها بالسرعة والديناميكية والتعقيد والتداخل، وقد يفقد أحد أطراف الأزمة أو بعضهم السيطرة على مجرياتها. تتطلب الأزمة معالجة خاصة وإمكانيات ضخمة. نقطة تحول تعتبر برضو أزمة نقطة تحول في أحداث متعاقبة تهدد الأهداف الرئيسية. طيب، هو في بعض الزملاء بيقولوا الصوت واطي، نشوف الصوت ده من عندي أنا ولا منين. أنا بالنسبة لي هنا الصوت عالي، أنا جايب الصوت على الآخر، يعني مش عارفة بقى نعليه إزاي. نحاول إن شاء الله. طيب أقرب تاني شوية كده، يمكن الصوت يبان إن أنا جايبة الصوت على الآخر عندي. هو معايا الآخر يعني، هنقرب شوية. بعد كده بنقول خصائص الأزمة زي ما قلنا، إن قد قلناها آخر حاجة نقطة تحول في أحداث متعاقبة تهدد الأهداف الرئيسية. يا رب يكون كده الصوت يعني واضح. طيب، بتنقسم الأزمة إلى عدة أنواع، وذلك على النحو التالي: من حيث طبيعة الحدوث، يمكن تقسيم الأزمات من حيث طبيعة الحدوث إلى أزمات يا إما طبيعية لا دخل، اللي هي الكوارث والزلازل والحاجات دي لا دخل الإنسان بها، أو أزمات بفعل الإنسان سواء إراديا أو لا إراديا. من حيث المجال، إن الأزمة يمكن أن نراها من أكثر من منظور أو وجه أو جهة، على حسب المجال اللي استحدث فيه. فهناك أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية داخلية أو أزمة خارجية دولية أو أزمة اجتماعية. من حيث المستوى، يمكن تقسيم الأزمات من حيث المستوى إلى أزمات على مستوى الفرد أو المواطن العادي. تمام. المواطن من حيث المستوى، بنقول يمكن تقسيم الأزمات من حيث المستوى إلى أزمات على مستوى الأفراد أو المواطن العادي. على سبيل المثال، مشكلة شخصية يمكن تأثيرها على حالة الفرد النفسية أو وضعه المالي أو حالته الصحية، أو مشاكل تحدث في حياته الزوجية أو صعوبات في بيئة العمل الوظيفي. كل دي خاصة بالمستوى الفرد. طيب، أو أزمات على مستوى الوطني أو القومي، والأزمات التي تهدد الأمن القومي الداخلي زي أزمة السيول أو انتشار وباء معين. من حيث الحدة، يمكن تقسيم الأزمات من حيث الحدة إلى أزمات بسيطة أو متوسطة أو أزمات حادة أو عنيفة. طب، طرق دراسة وتحليل الأزمات من خلال إدارة الأزمات. إدارة الأزمات هي المقصود بها الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث. يعني خلاص لخصناها في كلمتين: الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث. فإدارة الأزمات هي كيفية التغلب على الأزمات
بالأدوات العلمية والإدارية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة من إيجابياتها. فعلم إدارة الأزمات هو علم إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات المختلفة وبحث أثرها في كافة المجالات. يعني إدارة الأزمات هي المسؤولة عن هذه الأزمات. طيب أكيد أول مطلب لينا في إدارة الأزمات بلانينج، التخطيط. لازم أي حاجة عشان تنجح لابد أن أخطط فيها، ومن هذا التخطيط بطلع بخطة اللي ببدأ أنفذها لمواجهة الأزمة اللي قدامي وإزاي أحلها. التخطيط متطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات، حيث أن أفعالنا ما هي إلا رد فعل، طبعا شتان بين رد الفعل العشوائي ورد الفعل المخطط له. فمعظم الأزمات تتأزم لأنها أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية التخطيط. فإن لم يكن لدينا خطط لمواجهة الأزمات فالأزمات دي سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي، لا بالطريقة اللي احنا عايزينها طبعا لو كان مفيش تخطيط. إن التدريب على تخطيط الأزمات يعد من المسلمات الأساسية في المنظمات الناجحة، فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو التخفيف من أثرها وتلافي عنصر المفاجآت المصاحب لها. أيضاً التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، عالية الاستعداد لمواجهة المواقف الطريقة غير المخطط لها التي قد تصاحب الأزمة. بيوجد برضو أيضاً نظام اتصال داخلي وخارجي. هناك ضرورة قوية برضو من متطلبات الأزمات لوجود نظام اتصال داخلي وخارجي فعال يساعد على توافر المعلومات والإنذارات في وقت مبكر. التنبؤ الوقائي برضو من متطلبات إدارة الأزمات. التنبؤ الوقائي يجب تبني التنبؤ الوقائي كمطلب أو متطلب أساسي في عملية إدارة الأزمات من خلال إدارة سابقة، وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكرة عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادئ والابتكار وتدريب العاملين عليها. طبيعة ومستويات الجاهزية في المنظمة تجاه الأزمات تتناسب طردياً مع واقع الاتجاهات الوقائية أو العلاجية لدى العاملين في تلك المنظمة. يعني كل ما يكون عندنا ناحية ابتكارية ومخططين كويس هيكون في علاقة طردية إن احنا نقدر نواجه هذه الأزمة بطريقة صحيحة من العاملين في هذه المؤسسة أو اللي فيها الأزمة. يعني عملية صنع القرار، اتخاذ قرارات في الأزمة. عملية صنع واتخاذ القرار هي جزء لا يتجزأ بل هي أساس ولب وجوهر منظومة إدارة الأزمات بصفة عامة، وبناء أنا على سلامة وعلمية الطريقة التي تم بها صنع واتخاذ القرارات يتم إما حل الأزمة أو تصعيدها، إما نحلها بطريقة صحيحة أو بتزداد تصعيدها. طيب تعرف عملية اتخاذ القرار decision making process بأنها عملية تحديد ودراسة البدائل والاختيار بينها طبقا لقيم وأولويات متخذ القرار. وبالتالي فإن اتخاذ القرار يعني اختيار أنسب البدائل من حيث الأهداف، الرغبات، القيم، المصالح. عملية اتخاذ القرار تبدأ بتحديد هوية متخذ القرار والمنتفعين من القرار وتقليل أي عدم اتفاق حول تعريف المشكلة والأهداف والمتطلبات والمعايير. طيب أساليب اتخاذ القرارات في الأزمات. يطلق على القرار قراراً محسوباً calculated أو anticipated decision إذا قام متخذ القرار بتقييم الأزمة بشكل دقيق واختيار البديل الأنسب من مجموعة البدائل التي يوصى بها الخبراء في لجان دعم اتخاذ القرار. الأنسب هنا يقصد بها القرار الذي تحقق تبعيات الأغراض الخاصة بمتخذ القرار، وبالتالي تكون عواقب وتبعيات القرار معروفة مسبقاً ويتم تصميم القرار لتيسير الأزمة في المسار المرغوب به والذي يحقق المصالح العليا
ويقلل من التهديدات والمخاطر المستقرية. يعني هنا بنقول think quickly, think critically equal based decision makers, يعني التفكير بسرعة مع تفكير بحسم يعني وحزم وحسم وبقوة بيؤدي لصنع قرار أفضل أو أفضل لصنع قرار، يعني بيدينا قرار أفضل. أما القرار غير محسوب miscalculated decision وهو ذلك الذي عجز فيه متخذ القرار أن يتعرف على جميع البدائل المتاحة أو الذي أخفق فيه في تقييم البدائل تقييما صحيحا أو معرفة وحساب تبعتها بشكل دقيق. طيب القرار العاطفي emotional decision هو القرار المبنى على اختيار أحد البدائل لحل الأزمة ليس لكون الأنسب بل لكون الأقرب معنويا أو عاطفيا لأهواء وميول متخذ القرار. تلعب النواحي النفسية والعاطفية دور الكبير أو الأكبر في عملية اتخاذ القرار. في هذه الحالة هذا لا ينفي دور العوامل النفسية والمشاعر في عملية اتخاذ القرار في جميع أنواع القرارات المذكورة، فالمشاعر لها دور أيضا في اتخاذ القرار المحسوب وغير المحسوب ولكن بقيم متفاوتة. يعني الناحية العاطفية والمشاعر لها دور بنسب مختلفة في اتخاذ أو متخذ القرار. تتميز الأزمات بصفة عامة بعنصرية المفاجأة وضيق الوقت، لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك دور كبير للعوامل البيولوجية في اتخاذ قرار تحت ضغط نفسي لو بنقول عليه ستريس. يعرف الضغط النفسي الستريس على أنه قوة تؤثر على منظومة بدرجة كفيلة لأن تحدث تشويه في المنظومة ككل أو القضاء عليها وتحولها إلى شكل جديد. طيب بعد كده هنشوف تعريف التكنولوجيا وتاريخ استخدامها في الأزمات. تكنولوجي هي كلمتين عبارة عن كلمة يونانية تكون من مقطعين، تكنو هي حرفة أو مهارة أو فن، لوجي علم أو دراسة، زي أيديولوجي أيديا فكر، أولوجي علم علم الأفكار. للأسف المفهوم الشائع لمصطلح التكنولوجيا هو استعمال الحاسوب، دي التكنولوجيا بيستخدم الحاسوب أو الأجهزة الحديثة. هذه النظرة محدودية الرؤية، فالحاسوب نتيجة من نتائج التكنولوجيا بينما التكنولوجيا هي طريقة للتفكير وحل المشكلات، الأسلوب الذي يوصل الفرد إلى النتائج المرجوة. طيب تنقسم التكنولوجيا إلى ثلاث أقسام، بروسيس عمليات، وفي الحالة يتم التطبيق المنظم للمعرفة العلمية للتكنولوجيا، نواتج برودكتس، وفي الحالة تنطبق على الأدوات والأجهزة والمواد الناتجة من المعرفة العلمية. طب التكنولوجيا كعمليات ونواتج معا، وتشير إلى المعرفة بالنواتج التي تظهر بعد القيام بالتطبيق، ومن الأمثلة على ذلك تقنيات الحاسوب التعليمية. استخدام التكنولوجيا في الأزمات تتميز بالمزايا التالية، لا تستخدم التكنولوجيا فقط للتغلب على محدودية المنهج الرياضي بتمثيل الظواهر الاجتماعية شديدة التعقيد، بل يستخدم للتغلب أيضا على محدودية المناهج الاجتماعية التنظيرية التي تفتقد القدرة على التجريب experimentation، حيث تفتقد النظريات الاجتماعية القدرة على إجراء تجارب معملية كالعلوم الطبيعية، وذلك لخطورة وحساسية التعامل مع الظواهر الاجتماعية حيث أن التجارب ستكون على بشر مباشرة وغير مسموح أخلاقيا وغير معلوم العقل. يعني أنا دلوقتي التكنولوجيا مش بس حاجة رياضية أو حسابية، لا ده أنا بطبعها على الأفراد، وأنا بقول إن الفرد ده complicated system، نظام معقد مش مثالي جدا إن أنا أطبق عليه حاجات معملية تظل النتيجة على طول سريعة زي العلوم الرياضية. وطبعا بيبقى في صعوبة إن احنا نطبقها بس أصبحت مطبق على الأفراد لمعرفة بعض الخصائص الخاصة بالأفراد. أيضا التجارب الاجتماعية مكلفة جدا لأنها أحيانا بتحتاج لسنوات، يعني النتيجة ما بتظهرش على طول بل وأجيال من المراقبة حتى تصل توصل إلى نتائجها. ممكن للتكنولوجيا أن تقدم منهج النمذجة الحاسوبية باستخدام نماذج المحاكاة، أداة تجريب لا تتطلب التكلفة البشرية والمادية التي تطلبها التجارب الميدانية. النمذجة الحاسوبية ده جهاز محاكاة على نطاق واسع في مختلف مجالات العلوم التكنولوجيا. طب
استخدام التكنولوجيا في الازمات المالية برضو بان نماذج المحاكاه الحاسوبيه الاكثر مناسبه لتمثيل العلاقات الغير خطيه للسلوك البشري او اي سلوك غير خطي، يعني ما فيش علاقه بين الاشخاص غير خطيه، ما فيش اتصال بين الافراد، ما فيش اتصال بين الافراد، نون لاينيرتي اوف بيهيفير، حيث تقوم تلك النماذج على فكره محاكاه الفرد مع عدم وجود تحكم مركزي للنظام. يمكن تطبيق نماذج المحاكاة على أكثر من نطاق ومستوى على حسب حجم ونطاق الظاهرة المراد دراستها. برضو التكنولوجيا تستخدم مزاياها أن من خلال القدرة الحاسبية الهائلة نستطيع أو تستطيع نماذج المحاكاة الحاسوبية أن تولد عدد كبير من المفردات وتنفيذ عدد هائل من الأوامر، وبالتالي يمكنها صناعة وتوليد مجتمع اصطناعي يحاكي ما يحدث من تشابكات وعلاقات غير خطية بين الأفراد عبر الزمن في وقت قصير جداً مقارنة بالأجيال التي قد تتطلبها تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال طبعاً التكنولوجيا. أخيراً، لا تكتفي نماذج المحاكاة بدراسة حالات الثبات والاستقرار اللي state of equilibrium كما هو الحال في المنهج الرياضي، إنما تقوم بالأساس على دراسة الحالات الانتقالية transition ستيت لأي منظومة وكيفية الوصول من تلك الحالات الانتقالية لحالة الاستقرار والثبات. طب دور التكنولوجيا في يعني بتقرب المسافات اللي فيش اتصال بين الأفراد، بتحاول التكنولوجيا من خلال أنظمة متعددة تجعل في اتصال بين الأفراد اللي ما فيش اتصال بين. طيب التكنولوجيا وإدارة الأزمات سواء كانت كنا نتحدث عن أزمة زي جائحة COVID-19 أو أي أزمة أخرى، فهناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نعتمد على التكنولوجيا لمساعدتنا في إدارتها. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأزمات فإن الأمر كله يتعلق بأن تكون استباقياً وأن تكون متواجدة التكنولوجيا متواجداً، والتكنولوجيا يعني أمر مسبق، وتكون التكنولوجيا ممكن أن تساعد جداً تحقيق هذا الأمر. بالنسبة للحكومات اللي يمكنها التحكم في كيفية تفاعل شعوبها مع الأزمات، ولكن يمكنها التحكم في كيفية تفاعلها هي مع الأزمات. فيمكن للحكومات أثناء الأزمات التحكم في الرسائل التي ترسلها للشعب للمساعدة في نشر أحدث المعلومات وأكثرها دقة حتى تطمئنهم وتعطيهم شعور بأنها متواجدة معهم حتى يبقوا إيجابيين على الرغم من صعوبة الموقف. فيما يلي بعض الأهم الاعتبارات عندما يتعلق الأمر بإدارة أزمة في ظل وجود التكنولوجيا: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإجراء تنبيهات سريعة يتطلب إصدار صوت التنبيه، استخدام تقنية تدعم الاستجابة السريعة، كما يجب التأكد من أن سكان المجتمع يمكنهم الوصول إلى هذا النوع من الاتصال أيضا، أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي فعاليتها باستمرار خلال الأزمة. على سبيل المثال، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دور مهم في مساعدة الأشخاص، كان مثال يعني من أمثلة على الإبلاغ عن الأشخاص المفقودين أثناء عملية إطلاق النار الجماعي كان في ملهى ليلي في أورلاند ولاية أورلاند عام 2016، وإطلاق النار في لاس فيجاس برضو 2017. فقام فيسبوك ده من نماذج التواصل الاجتماعي بتنشيط ميزة التحقق من الأمان، مما يسمح للمستخدمين وضع علامة على أنفسهم على أنهم آمنون أثناء المجزرة، حتى يتمكن أفراد الأسر أو الأسرة والأصدقاء والمسعفين المسعوفي على الناس من تأكيد سلامتهم. يعد توفير الإغاثة في حالة أثناء الأزمة بقى، يعد توفير الإغاثة في حالة وقوع كارثة طبيعية تؤثر على مجتمعات أو مجتمعك أمر ضروري للحفاظ على الأرواح، ولكن بدون إدارة مناسبة للموارد من السهل أن تفقد مصاريفها. يعني لابد من وجود إدارة قوية بتخطط كويس لهذه الأزمات، بدون إدارة من السهل أن تفقد مسار الإمدادات. يمكنك الاستفادة من التكنولوجيا لدعم إدارة الموارد والحصول على خطة لوجستية مرنة للتوارق. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نظام تتبع لمراقبة مواقع الإمدادات الحيوية. يمكنك أيضا استخدام نظام أساسي يستفيد من التعلم الآلي بشكل فعال للتنبؤ بالطلبات. يساعد هذا قادة فرق إدارة الأزمات على تحديد موعد إرسال الإمدادات إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. كل أثناء الأزمة، يبقى عند قبل الأزمة، أثناء الأزمة، بعد الأزمة، والتكنولوجيا دورها في هذه الأزمات. يمكنك الاستفادة
من التكنولوجيا باستخدام الأنظمة الأساسية والأنظمة التي تقدم المعلومات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن استخدام تطبيق أو برنامج يوفر تحليلات منصات التواصل الاجتماعي لتوقع أو إدارة أي أزمة يمكن أن تحدث أو تفتعلها جهات معادية. للإغاثة في حالات الكوارث ينشئ التطبيق اللي هو اللايف ماب خرائط من تحديثات الإغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي من المناطق المتضررة في الوقت الفعلي، ويرسلها إلى وكالات الإغاثة للتخطيط الفعلي لجهود الإغاثة. نوع من أنواع لمواجهة حالات الأزمات في حالة الكوارث اللي هو اللايف ماب خرائط من تحديثات الإغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي من المناطق المتضررة في الوقت الفعلي، ويرسلها إلى وكالات الإغاثة للتخطيط الفعال لجهود الإغاثة قبل الدخول إلى مناطق الكوارث. برضو في نوع اللي هو جوجل بيبول فايندر هو تطبيق مبتكر آخر يسمح للمستخدمين بالنشر والبحث عن حياة الأشخاص المتضررين من كارثة خلال زلزال نيبال عام 2015. تم البحث عن أكثر من 7500 سجل في مكتشف الأشخاص. للإغاثة في حالة الكوارث كان تطبيق برضو اللي هو ريد كروس إمرجنسي اللي هو الصليب الأحمر، وعندنا هنا في مصر الهلال الأحمر، مفيدا بشكل لا يصدق من خلال تزويد الناجين بتحديثات الأزمة ومعلومات الإسعادات ونصائح السلامة. عندما تواجه أزمة ما، سواء كانت الأزمة بسيطة مثل نقص بعض المواد الغذائية الغير أساسية أو خطيرة إلى أقصى الحدود التي تتطلب استجابة طارئة، فإن مدى سرعة فعالية الاستجابة لها يحدثان فرقا كبيرا، والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي بمساعدة التكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن الحصول على كميات هائلة من المعلومات الجغرافية المكانية باستخدام الـ GIS Geography Information System اللي هو نظام المعلومات الجغرافي. فمثلا أثناء تفشي وباء كوفيد-19 الأخير، قامت لوحات المعلومات ذات الخرائط الديناميكية والخدمات شبه الفورية والمستودعات عبر الإنترنت ببناء الأساس لجهود استجابة سريعة للغاية. أيضا يمكن نقل هذه التحليلات إلى أصحاب المصلحة المناسبين على سبيل المثال وكالة الصحة العامة، حتى تمكنوا من اتخاذ قرارات فعالة وسريعة لإدارة الأزمة المطروحة. تساعد التكنولوجيا في تسريع وتوسيع الوصول إلى الموارد والمعلومات الهامة، كما أنه يساعد على إشراك بروتوكولات الاستجابة بذكاء وإبقاء الجمهور محدثاً نظراً لمرافق الخادم السحابي الحديثة. طب بعد كده في برضو ناسا فيندر إلى حد تحديد مكان الناجين المحاصرين عن طريق المسح بحثاً عن دقات الأب، يعني بنوصل للناس عن طريق من خلال ناسا، وده حاجة من حاجات التكنولوجيا العالية من خلال دقات القلب اللي ALIRT قلناها Airborne Radar Imaging Research Testbed. هي تقنية يمكنها إنتاج خرائط ذات صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتضاريس، مما يساعد الوكالات على إرسال الموارد الحيوية بشكل فعال. يبقى أول حاجة كان اللي هو بنوصل على طريق دقات القلب. تاني حاجة برضو اللي هي ALIRT اللي هي نوع تاني تقنية يمكنها إنتاج خرائط ذات صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتضاريس، مما يساعد الوكالات على إرسال الموارد الحيوية بشكل فعال. تالت حاجة تساعد الترجمة العصبية من جوجل مثال آخر، يعني عندي ثلاث نماذج أهي بتمثل التكنولوجيا في مقابلة هذه الأزمات. مثال آخر، وإن كان غير عادي، يساعد الأشخاص في مختلف اللغات على التواصل في وقت قصير. نظام اتصال داخلي وخارجي، على سبيل المثال لحصر، يعني يعد امتلاك نظام اتصالات احتياطي يستخدم شبكة لاسلكية في حالة حظر اتصالات، أساسيا برضو نوع من أنواع الأنظمة أساسيا للحفاظ على تدفق الاتصال بين الفرق خلال الأوقات الحرجة. من المهم أيضا تضمين مزيج من الاتصالات التقليدية حيث قد تتوفر شبكات الجوال أو الأبراج الخلوية أثناء الكوارث. طب دور التكنولوجيا في التنبؤ بالأزمات.
عندما تحدث الكوارث فإنها يمكن أن تخلق حالة من الارتباك والفوضى في المجتمع، سواء كانت كوارث طبيعية أو أزمات يفرضها الإنسان. وهذه الحوادث تشكل خطرا حقيقيا على الحكومات والأنظمة التي تديرها الأشخاص، والأشخاص الذين تخدم الحكومات، يعني خطر على الحكومات والأنظمة التي تديرها والأشخاص الذين تخدمهم. لذلك لابد من استعداد وعمل الكثير من الوقائية لإدارة الأزمات. فبالإضافة إلى التدريبات على الكوارث والتخطيط للأزمات، فإن التكنولوجيا تساعد في التنبؤ بحدوث تلك الأزمات قبل حدوثها، وبالتالي يمكن أن تقلل الأضرار والخسائر المتوقعة جراء هذه الأزمة. بما أن الوقاية خير ده أتمنى نقول الوقاية خير من العلاج، فقد قام عالم التكنولوجيا بتكييف منصات مختلفة للتنبؤ بالأزمات مسبقاً. على سبيل المثال يرسم نظام شيكليرت في كاليفورنيا، هو نظام تحذير من الزلازل إشعارات المستخدم منذ عام 2012. ثم هناك برضو الواي فاير، هو ذكاء اصطناعي للتنبؤ بحرائق الغابات. الزلازل على سبيل المثال هو استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث الطبيعية. عندي جوجل وعند هارفرد، جامعة هارفرد، على تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكنه توقع توابع الزلازل. درس العلماء أكثر من 131 ألف زلزال وتوابع لبناء شبكة عصبية. اختبر الباحثون الشبكة العصبية على 30 ألف حدث، وتنبأ النظام بمواقع الهزات الارتدادية بشكل أكثر دقة عند مقارنتها بالطرق التقليدية. وبالتالي يمكن أن نكون قادرين على توقع الزلازل، ويمكن للسلطات أن تبدأ عمليات الإخلاء وفقا لذلك. يعني التنبؤ بالكارثة بيكون أفيد بكتير اللي هنقدر نستعد لها ونواجهها. تستخدم اليابان الأقمار الصناعية لتحليل صور الأرض للتنبؤ بكوارث الطبيعة أو كوارث طبيعية. تبحث الأنظمة القائمة على الذكاء الصناعي على التغيرات في الصور للتنبؤ بمخاطر الكوارث مثل الزلازل وأمواج سوماني، وكذلك تراقب هذه الأنظمة أيضا البنية التحتية القديمة. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف التشوهات في الهياكل التي يمكن استخدامها لتقليل الأضرار الناجمة عن انهيار المباني والجسور أو الطرق السفلية. فيضانات، جوجل بيقوم ببناء نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيضانات في الهند وتحذير المستخدمين عبر خرائط جوجل. فيتم جمع بيانات تدريب نظام الذكاء الاصطناعي بمساعدة سجلات هطول الأمطار ومحاكاة الفيضانات والمناخ واختبارها باستخدام محاكاة الفيضانات، والتي يمكنها التنبؤ بالفيضانات بشكل أفضل من الأنظمة التقليدية. بيراقب باحثون في جامعة داندي في المملكة المتحدة البريطانية الفيضانات الحضرية من خلال جمع بيانات عن مصادر جمعية باستخدام تويتر وتطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى. تحتوي البيانات على صور ومعلومات حول الموقع والقنوات في المنطقة والتي يتعرف عليها الذكاء الصناعي. التأهب للطوارئ، تستخدم التقنيات مثل بيانات الأقمار الصناعية من الرادار والصور الحرارية وأجهزة استشعار الحركة الأرضية ومحاكاة الكمبيوتر. يمكن السلطات استخدام التنبؤات للتقرير ما إذا كانت ستصدر تحذيرات أم لا، مما يقلل الفوضى. يمكن أن يكون التأهب تتبع شبكة مشكلة إلى الأمن السيبراني باستخدام حلول زي الفاي آر أو أجري. طبعاً الأمن السيبراني ده اللي هو شبكة بتقي في المجتمع أو في الدولة، كل معلوماتها بتبقى عاملة عليها وقاية جامدة جداً، محدش يقدر يخترقها. طيب بعد كده نعرض بعض الحالات اللي ممكن بالتكنولوجيا نقابلها زي أزمة وباء كورونا. طبعا كلنا عانينا من هذه الأزمة وتطوراتها وتحولاتها لهذا الفيروس. عندما انتشر مرض فيروس كورونا وتحول إلى وباء جارف، استشعرت دول العالم أخطاره على حياة البشر وصحتهم واستخدمت جميع الأسلحة المتاحة أمامها، من اختبارات طبية لتحديد المشتبه في مرضهم والعزل الاجتماعي. طبعا كلنا عارفين اللي حصل ده كله، والقرارات دي كلها مرنا بيها، وفرض حظر التجوال لساعات طويلة وإغلاق المحلات والمتاجر لمنع التجدس
وفرض قيود على الانتقال بين المدن والمحافظات. كان من أهم الأسلحة في الحرب ضد المرض استخدامه المبتكر للتكنولوجيا الذكية التي أنجزتها الثورة الصناعية الرابعة، التي لعبت دورا هاما في محاولة الحد من انتشار هذا المرض عبر تحسين عملية إدارة هذه الأزمات وتضييق اتساع نطاقها المستطاع، وذلك بالاعتماد على نظام على نظم الذكاء الاصطناعي من الروبوتات والدرونز وإنترنت الأشياء المتصلة جميعها بالبنية التحتية للجيل الخامس الاتصالات، في محاولة منها اكتشاف المصابين. طبعا الجيل الخامس ده درجة عالية من في السرعة وفي الجيجات، 10 حوالي جيجات في الثانية، والتنزيل الملفات وهكذا، يعني اعلى من الجيل الرابع. في محاولة من اكتشاف المصابين بالمرض من ناحية، وتعقيم الشوارع والمناطق من ناحية اخرى، وتوجيه النصائح والارشادات الطبية في حالة مخالفة التعليمات من ناحية ثالثة، وغيرها من الاستخدامات غير التقليدية التي شاهدناها في عديد من الدول العربية والاجنبية. في مجال الرصد والاكتشاف المبكر برزت أهمية قواعد البيانات الكبيرة أو الضخمة اللي هي بيج داتا، استثمر فيها عدد كبير من الدول مع اتباع سياسات رقمنة المجتمع أو التحول الرقمي. تشير هذه السياسات إلى تخزين أكبر قدر من البيانات في كل مجالات الحياة والمجتمع، من بيع وشراء وسفر وعلاج وضرائب، إلى جانب البيانات التقليدية عن الاسم والسن والنوع محل الإقامة والعمل، وحفظها في أجهزة حاسب آلي عملاقة مع الربط بينها وبين في نسق واحد. طبعا كل مرينا بالظروف دي كلها، وكل ده كان موجود وشفناه وما زال في وباء كورونا. استخدام قواعد البيانات الصحيحة كالتاريخ المرض للفرد وتكرار التردد على المستشفيات والأمراض التي أصابته وأنواع الأدوية تحصل عليها من الصيدليات، وقواعد بيانات التنقل والسفر من خلال شركات الطيران ومكاتب الجوازات والمطارات، وذلك لتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا أكثر تعرضاً للمرض والمشتبه في إصابتهم به. ساهمت برضو الهواتف الذكية في هذا المجال، فتم تطوير برنامج يحدد درجة حالة الإنسان، وده بنشوفه طبعا في المؤسسات داخل جامعة، داخل الجهاز اللي بيضع على الرأس، وذلك عند قيامه بنقر أصبعه على شاشة الهاتف. ده نوع من أنواع التعرف على الفيروس، وتم إبلاغ السلطات المعنية بذلك. ده نوع عن طريق الموبايل، بذلك التي بدورها تتأكد من أن الشخص قام بعزل نفسه طوعيا. النوع الثاني اللي هو أنا قلت إن هو في جهاز بتحط على الرأس، برضو ده موجود في الجامعات وفي المؤسسات، وبيعرف درجة الحرارة قبل ما تدخل المؤسسة أو ده. تم تثبيت كاميرات برضو حرارية لكشف درجة الحرارة، حرارة الركاب عند مداخل عربات المترو والقطارات وسيارات النقل، جميع تحديد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، فتقوم السلطات المعنية بالتعامل معه. وبنفس المنطق أطلقت وزارة الصحة في عدد من الدول منصات إلكترونية تقوم بإجراء اختبارات إلكترونية تتطلب عددا من الأسئلة عن الشخص والأعراض التي يشعر بها، وعندما ينتهي من الإجابة عن هذه الأسئلة يتم تشخيص حالته وتوجيه النصيحة اللازمة. في مجال التعرف على ديناميكية انتشار المرض، تم استخدام البيانات الكبيرة العامة للخرائط الصحية تبين حجم وكثافة انتشار المرض، استخدمت ألوان مختلفة، ودي شفناها الخرائط، يعني دولة الهند عشان باللون الأحمر، دولة أستراليا عشان باللون إيه، وبنشوف العدد المصابين والوفيات واللي تم شفائهم. ده اللي شفناه حديث. يبقى في مجال التعرف على ديناميكية انتشار المرض، تم استخدام البيانات الكبيرة لعمل الخرائط الصحية تبين حجم وكثافة انتشار المرض، واستخدمت ألوان مختلفة للتميز بين أماكن الأكثر خطورة ومتوسطة الخطورة والأقل خطورة. كانت هناك خريطة صحية على مستوى العالم، والتي استخدمتها منظمة الصحة العالمية للتعرف على حركة انتشار المرض من دولة إلى أخرى والمقارنة بينها، وخرائط على مستوى كل دولة تبين حجم الانتشار في الولايات والمحافظات، ثم خرائط أكثر تفصيلاً على مستوى المحافظة أو الولاية ومدى انتشار المرض في المدن الأحياء والقرى في كل ولاية أو محافظة. وكان من شأن هذه الخرائط أن أصبح لدى الحكومات والقائمين على أمور السياسة الصحية نظرة أكثر وضوحاً ودقة لأماكن وجود الوباء وحجم الخطورة التي يمثلها.
وساعدتهم على اتخاذ القرارات السليمة الخاصة بتوزيع المستلزمات والمعدات الطبية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة وشدة بشأن بعض المناطق مثل العزل الكامل لإحدى المدن أو الأحياء ومنع الدخول إليها أو الخروج منها. في مجال التعقب مثل تم استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه لتحديد مسار أي شخص وتوضيح الأماكن التي تردد عليها والأشخاص الذين قابلهم وخالطهم عن قرب، مما يسمح للسلطات باتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاههم. وتم أيضا توظيف قواعد البيانات الخاصة بالمشتبه في إصابتهم لتحذير الآخرين من مخالطتهم، وذلك من خلال تطبيق على الهاتف الذكي ينبه صاحبه إذا ما اقترب من شخص مشتبه في إصابته أو حامل المرض. كان للهواتف الذكية دورها أيضاً في التأكد من اتباع قواعد العزل الاجتماعي ومنع التجمع، فقامت بعض شركات المحمول بابتكار خاصية اكتشاف تجمع أكثر من 5 أو 10 أفراد في مكان واحد وإبلاغ السلطات عنهم، سواء كان ذلك في حديقة عامة أو شاطئ بحر أو في داخل منزل. بعد لحظات تظهر إحدى الطائرات المسيرة بالقرب من المكان تدعوهم إلى الانصراف، واستخدمت هذه الطائرات بتذكير المواطنين بالقواعد الخاصة بغلق المحلات ومنع التجوال. كما برز دور التكنولوجيا الذكية في مجال التعامل مع المصابين بالمرض وتشخيص حالتهم وعلاجهم، فلما كان هذا المرض اللعين ينتقل بالمخالطة أو الملامسة، فإن التحدي الذي واجهته السلطات الصحية في كل الدول هو كيفية التعامل مع المرض دون اتصال مباشر، أي وجه لوجه مع آخرين بقدر الإمكان، يعني بنحاول أو بيحاولوا يمنعوا الاتصال المباشر. أطلق عدد من وزارات الصحة وهيئات المجتمع المدني منصات إلكترونية بهدف الدعم النفسي للأشخاص المعزولين سواء في منازلهم أو المستشفيات، ويعانون من مظاهر الهشاشة النفسية كالشعور بالإحباط والاكتئاب، وتوجه لهم الإرشادات والنصائح المناسبة بعد التعرف على حالة كل منهم. تطوير الأدوية، تشارك التكنولوجيا الذكية في مهمة البحث عن لقاح أو فاكسين لإكساب المناعة والوقاية من المرض والبحث عن الدواء للشفاء منه، وذلك من خلال برامج التحليل الجيني بهدف التعرف على مكونات هذا الفيروس وعناصره التي مكنت نتائجه حتى الآن من معرفة كيفية انتشاره وأثاره على الإنسان المصاب به. ومن المتوقع أن يمكن هذا التحليل العلماء والباحثون مستقبلا في الوصول إلى اللقاح بدواء. طبعا من خلال التحليلات بيحاولوا يحللوا ويعرفوا مكونات هذا الفيروس إيه وإزاي يمكن عمل اللقاح المناسب ليه. من خلال نتائج التحليل إلى حد ما يمكن التوصل إلى اللقاح المناسب لهذا الفيروس، وبالفعل بدأنا عملية التطعيم ضد هذا الفيروس. استخدم قسم الديب مايند في جوجل أحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي وقوته الحاسوبية لفهم البروتينات التي قد يتكون منها الفيروس ونشر النتائج لمساعدة الآخرين على تطوير العلاجات. برضو البيني فولينت بلينتل اللي هو أنظمة الذكاء الاصطناعي لبناء عقاقير يمكنها مكافحة أصعب الأمراض في العالم، تساعد الآن في دعم جهود علاج فيروس كورونا في غضون أسابيع من تفشي المرض. استخدمت قدراتها التنبؤية لاقتراح الأدوية الحالية التي قد تكون مفيدة. واحد الدروس التي نتعلم من هذه الخبرة الأليمة هي أهمية تنفيذ سياسات التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات الضخمة ومرافقها من تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس بهذه أمور مهمة ليس فقط للإزدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولكن أيضاً للحفاظ على حياة الشعوب وصحة أفرادها. إن التكنولوجيا الذكية أصبحت إحدى أهم أدوات إدارة الأزمات بما تمتلكه من قدرات على توفير الوقت والجهد من ناحية، والقيام بوظائف قد يعجز البشر عن القيام بها من ناحية، ولكن تبقى القضية الأهم وهي سرعة اكتشاف مصدر أي مرض أو مشاكل مجتمعية يمكن أن تطرأ. أنا سعيدة جدا بحضور الأفاضل الكرام معايا وموجودة لأي سؤال ومع حضراتكم في أي سؤال. أنا معاكم وببص على الشات.
هو فينا بيقول محاضرة بعد المونتاج هتكون متاحة في حد يرد يعني، ممكن تسجيل المحاضرة بقى إن شاء الله تسجل، تسجلها تكون على الجروب بعد المونتاج إن شاء الله. أرجو يكون في شكرا ليكم، يكون في استفادة من هذه المحاضرة، وبارك الله فيكم جميعا وشكرا ليكم جميعا.